والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وأبدع هذا العالم، والله تعالى موجود لا شك في وجوده. إذا تتذكروا آخر مرة قلنا الدرس الجاي هنحكي الأدلة العقلية على وجود الله، الرد على الملاحدة، الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله والعياذ بالله. فاليوم سنتكلم باختصار في هذا الموضوع. أولا لابد لنا أن ننتبه، اللي عم نحكي معه إذا كان عاقل يعرف قيمة العقل أو أنه لا يعطي قيمة للعقل. الإنسان اللي ما عنده قيمة للعقل، الإنسان اللي ما بده يفهم، الإنسان المعاند، الإنسان المنكر للحقائق، هذا صعب إنك تحكي معه بالأدلة القرآنية والحديثية، لأنه ينكر وجود الخالق والعياذ بالله. فلما بتقول له قال الله تعالى في القرآن الكريم، ماذا يقول على زعمه؟ يقول أنا لا أؤمن بالله وأنت تقول قال الله. فهذا كيف بدك تحكي معه بالأدلة العقلية لما يكون لا يؤمن بالله؟ يعني لا يؤمن بالقرآن. لا يؤمن بالله يعني لا يصدق بالقرآن. لا يؤمن بالله يعني لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بدك تحكي معه بالأدلة العقلية؟ شو يعني الأدلة العقلية؟ بدك تحكي معه وتبين له أن هناك أدلة عند العامة وعند الناس يعتبرونها ملزمة، حتى العامية بيفهم منها أنها ملزمة. مثلا لما يقول لك على زعمه لا إله والحياة مادة، هكذا يقول الملاحدة. هول اسمن الملاحدة، اسمن الدهرية، اسمن المعطلة. شو يعني المعطلة؟ على زعمهم يعطلون وجود الله، يعني يلحدون، يكفرون، يقولون الحياة مادة ولا يوجد إله بزعمهم. بيقول لك طبيعة وعلة، يقول طبيعة وعلة. أولا بدنا نبلش نحكي معه، بنقول له أنت اللي عم تحكي هالحكي، عرف لنا ما هو العقل. أنت اللي عم تحكي هالحكي، الكلام السخيف، الكلام الذي فيه إنكار وجود الله، وعامل حالك دكتور ومهندس وفهيم ومطرب ومغني وسياسي ومتكلم وممثل ومسرحي، اللي عامل لي حالك فهيم، تعال احكي معك بالعقل، اشرح لي شو معنات العقل، ترجم، بين، عرف ما هو العقل. مش بدك تناظره بالأدلة العقلية، قل له ما معنى العقل؟ شو بده يقول لك؟ ماذا سيقول؟ بعضهم سألناه من سخافته ماذا قال؟ قال العقل هو الدماغ. قال العقل هو الدماغ. شو قلنا له؟ البقرة عندها دماغ بس ما عندها عقل. واضح؟ البقرة عندها شو؟ دماغ بس ما عندها عقل. المجنون، المجنون عنده دماغ بس ما عنده عقل. الحمير، الكلاب، القردة، الخنازير، الدجاج، ما هيك؟ البهائم عندها أدمغة بس شو؟ ما عندها عقل. إذا العقل غير الدماغ. لو كان العقل هو الدماغ ما كان في حدا مجنون. واضح؟ لو كان العقل هو الدماغ ما بيكون في حدا مجنون، لأنه حتى المجنون عنده دماغ. البقرة عنده، الفيل، الفيل عنده دماغ، العصفور عنده دماغ، بس هل هو عاقل؟ لا. إذا ما هو العقل؟ بعض العلماء بيقول العقل صفة راسخة في الإنسان يميز بها بين الحسن والقبيح، يميز بها بين الحسن والقبيح. هذه الصفة إذا واحد أنكرها وما بقى يشوف اعتبار وقيمة للعقل، هذا صعب إنك تحكي معه مثل ما حكينا من شوي.
يعني الإنسان الذي لا يرى قيمة للعقل هذا لابد من تخريصه بالأدلة المحطمة له علميا. فشو بيقولوا هول؟ بيقول لا نؤمن حتى نرى بأعيننا. هول المعطلة بيقول ما بصدق ولا أؤمن حتى أرى بعيني. كيف بنرد عليه أول واحدة؟ بنقول له هذا القول أنت تكذب فيه، أنت واحد كذاب. ليه؟ لأن هذا القول لا أصدق حتى أرى بعيني هو نفسه ما بيقدر يلتزم بمعنى هالكلمة. ليش؟ هو فيه عقل أم لا؟ فيه، لكن هل يرى عقله بعينه؟ طيب ما هلأ قال ما بصدق حتى أشوف بعيني. أنت بتقول فيك عقل وعقلك لا تراه بعينك، فكيف بتقول لا أصدق حتى أرى وأنت ما شايف عقلك بعينك؟ فهمناها؟ واحدة. اثنين، أنت بتقول لا أصدق حتى أرى بعيني، هل أنت فيك روح أم لا؟ شو حيقول؟ بلى، لأنه إذا قال لا بده يصير مثل الحيط، مثل الحديد، مثل الرصيف، جماد. يعني إذا بتجيب الإزميل بتدق له إياه بدينته أو بعينه على حسب زعمه، ما بده يتوجع، لكن بالواقع بيتوجع أو لا؟ ليش بيتوجع؟ لأنه في روح. طيب هيدي الروح الموجودة هل هو رآها أم لا؟ هل رآها؟ لا. إذا كيف عم بتقول لا أصدق حتى أرى بعيني؟ والعقل أنت الذي فيك صدقت بوجوده ولم تره بعينك، والروح التي فيك صدقت بوجودها ولم ترها بعينك. انتبهوا معي، إذا قالتم هذا الملحد، إذا قال هذا المعطل، بس اليوم صار في صور وماكينات تصوير حديثة، فبنعمل صور MRI. فلو عملت صور ولو عملت تحاليل وفحوصات لا ترى العقل، إنما في الصور ترى شو؟ الدماغ يلي حكينا عنه، يلي البقرة عندها إيه؟ لكن ليس عندها عقل، لكن ليس عندها عقل. إذا اسمع، هذه الصور الحديثة MRI ما بتطلع لك العقل، يعني ما بتشوف العقل. هذه الصور وهذه الماكينات ما بتشوف الروح بالجسد. واضح؟ إذا أنت تقول لا أصدق حتى أرى بعيني، يعني تنكر أشياء هي فيك، منها الروح، منها العقل، منها الإحساس. لما الواحد يبرد، البرد يحس به أم يراه؟ يحس به. الحب لما يجي عند أمه يقول له أنا بحبك كتير، هيدا الحب أمه شافته شي بعينها؟ هو رأى الحب بعينه. لما أمه تقول له بحبك على معنى كلامه حيقول له أنت كذابة، لأنه هيدا الحب أنا ما شفته بعيني. إذا الألم، الفرح، اللذة، هل هذا يراه بعينه؟ لا. مع ذلك يصدق بوجوده، مع ذلك يصدق بوجوده. كيف عرف انه هيدي امه وهيدا بيو؟ بيقول لك وعيت وانا عندهم، بلكي جابتك عن الطريق وعملت لك وراء انه انت ابنها، بلكي اخذتك من دار الايتام، بلكي اخذتك من شي ملجأ. هل رأيت نفسك عندما خرجت من بطنها؟ لا. اذا عم بتقول ما بصدق حتى شوف بعيني، كيف عرفت انها امك؟ كيف عرفت انه هيدا بيك، هيدا جدك؟ انت ما رأيت عندما خرج ابوك وامك منهما، من اجدادك، من ستك وجدك، ولا شفت حالك لما طلعت من بطن امك وانت عم بتقول لا اصدق حتى ارى بعيني. وفي الكون والعالم مئات الاشياء الموجودة ويقر بوجودها ولا يراها بعينه، ولا يراها بعيني. إذا كيف عم بيكذب لما بيحكي عن الله بيقول لا أصدق حتى أرى بعيني؟ الآن انتبهوا، الجواب على هذا السؤال بطريقة أخرى شو بنقول له؟ ليس شرطا، انتبهوا، ليس شرطا لصحة الإيمان بالشيء أن يرى بالعين. فبنقول له الله ليس جسدا وليس جسما وليس حجما ولا يحس كالهواء كالحرارة. الله لا يحس ولا يمس
ولا يجاز لأنه ليس كمثله شيء. بس انتبهوا معي، هذا العالم كله دليل على وجود الله، هذا العالم كله دليل على وجود الله. هذا العالم سمي عالما لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله. هلا ركزوا معي، خلينا نوسع بهالعبارة شوية أمثلة بيوضح الموضوع أكثر. بتقول له أنت تقول لا أصدق بوجود الله، وأنت تقول إن الله غير موجود، يقال له هذا العالم كيف وجد؟ هذا العالم على ما هو عليه من النظام البديع وما فيه من أصناف المخلوقات، كيف وجد بزعمك إن لم يكن خالق خلقه؟ فالعقل يحتم أن الضربة لا بد لها من ضارب. احفظوهن، الضربة لا بد لها. لما بيجي ابنه لعنده، أو خيه بيجي لعنده، وجهه مدمم، تيابه مخزئين، شعراته منتفين، بيقول له يا ابني يا خي مين عمل فيك هيك؟ إذا قال له ما حدا يصدقه، بيضربه لابنه ليقول له مين عمل هيك؟ بيقول له ما حدا، هل يصدقه؟ طيب اسمعوا معي، إذا كان هذا الفعل الواحد الخفيف من حيث العدد كلا شيء بالنسبة للكون، ما صدق في عقله أن يكون صار وحده من غير فاعل، كيف يصدق عقله أن يكون هذا الكون؟ كيف يصدق عقله أن يكون هذا الكون وهذا العالم على ما هو عليه من حياة وموت وصحة ومرض وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وما فيه من ليل ونهار وسماء وأرض وشمس وقمر وصيف وشتاء وكل ما في الكون، كيف عقله يقبل أن يكون وجد من غير خالق؟ كيف عقله يقبل أن يكون وجد من غير خالق خلقه وأوجده؟ ما قبل أنه يكون ابنه انضرب بدون ضارب. بيقبل يكون ابنه انضرب بدون ضارب؟ شو بده يقول؟ لابد من ضارب. ماذا يقول لابد؟ ماذا يقول لابد؟ ولا بد للكون من خالق، ولا بد للكون من خالق خلقه ولا يشبهه وهو الله. اسمعوا وانتبهوا معي، يقال له الضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء. من باب أولى أن لا بد لهذا الكون والعالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه وهو الله، وهو الله سبحانه وتعالى. ويقال لهم، اسمعوا وانتبهوا جيدا، يقال المتغير حادث. شو يعني حادث؟ مخلوق اللي بيتغير. نحن كنا معدومين صرنا موجودين، هلا موجودين بعدين بنموت، ما هيك؟ العالم كله كان معدوما صار موجودا. فاسمعوا كيف بنقول لهم، شو بنرد عليهم؟ بنقول له العالم متغير، والمتغير حادث، يعني مخلوق، يعني كان معدوم وصار موجود، والحادث المخلوق لا بد له من خالق خلقه وأوجده وهو الله الذي لا يشبهه، وهو الله الذي لا يشبهه. مرة اجوا ناس كفار دهريين عند واحد من علماء المسلمين اسمه أبو حنيفة، أظن بتسمعوا فيه، هذا من كبار علماء الإسلام. وكان هذا الرجل يتعبد وهو عالم وإمام، شالوا سيوفهم ودخلوا عليه بدهم يقتلوه. لماذا يريدون قتله؟ لأنه كان يرد عليهم بالأدلة العقلية، يناظرهم، يفضحهم، يكسرهم. فقرروا أنهم يقتلوه، دخلوا عليه بسيوفهم وأرادوا قتله. اسمعوا، قال لهم قبل أن تقتلوني اسمعوا مني هذا السؤال وأجيب عليه. قال لهم لو قال لكم قائل سفينة محملة بالأثقال في البحار احتوشتها الأمواج تتلاطم في الأمواج،
وانتقلت من مكان إلى مكان، وصارت سفينة وأخذت الأحمال وانتقلت من شاطئ إلى شاطئ وحدها من غير ملاح، من غير ملاح يديرها، أتقبلون ذلك في العقل؟ قالوا هذا غير معقول. قال سفينة لم تقبلوا أن تجري من غير ملاح أن يديرها، فكيف قبلتم أن يكون العالم والكون وجد من غير خالق خلقه؟ فماذا فعلوا؟ اقتنعوا بالدليل العقلي، ثم أرجعوا سيوفهم وتشهدوا ودخلوا في الإسلام وبكوا وندموا. بدنا ننتبه، الذي ينكر وجود الله الملاحدة والمعطلة اليوم عم ينشر كفر بالجامعات بالمعاهد بالمدارس على مواقع التواصل، يشدون الشباب والبنات لينكروا وجود الله، ثم يفعلوا بعد ذلك الموبقات والمنكرات من زنا ولواط وسحاق وفساد وعبادة شيطان، لأنهم يقولون الله غير موجود. عرفتم؟ هؤلاء الملاحدة المعطلة. إذن العالم لماذا سمي عالما؟ لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله، وكل هذا العالم يدل على وجود الله. والضربة لا بد لها من ضارب، والصناعة لا بد لها من صانع، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء، والسفينة في الأمواج التي كالجبال لا بد لها من ملاح، ولا تقبل أن تكون وحدها. فمن باب أولى أن لا بد لهذا الكون والعالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأدلة العقلية، وعندنا الكثير، نستطيع أن نتكلم لساعات، لكن هذا كما قلنا في البداية باختصار. أما من القرآن الكريم، الله ماذا قال؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لا شك في وجود الله. فاطر السماوات والأرض يعني خلق السماوات وخلق الأرض، وهذا العالم كل حركة فيه، كل سكون فيه، كل ما فيه يدل على وجود الله، كما قلنا، لأن العقل لا يقبل أن تكون الضربة بلا ضارب. من باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده، وهو الله سبحانه وتعالى. أختم كلامي بحادثة صارت بمدرسة. أستاذ ملحد معطل دهري ينكر وجود الله عز وجل، وقف بالصف عم بيحكي مع أولاد صغار، شوفوا الخبيث الزنديق، شال المحاية، قال لهم للأولاد الصغار، قال لهم هيدي المحاية شايفينها؟ قالوا له ايه شايفينها، قال لهم يعني موجودة. رجع حط المحاية، شال المسطرة، قال لهم هيدي المسطرة شايفينها؟ قالوا له ايه، قال لهم يعني موجودة. حط المسطرة، اخذ القلم، قال لهم هذا القلم شايفينه؟ قالوا له ايه. حط القلم، قال لهم يعني القلم موجود. شو قال لهم الزنديق الكافر؟ قال لهم الله شايفينه شيء؟ قالوا له لا. قال لهم يعني الله منه موجود. شو قال لهم الكافر؟ يعني الله منه موجود. اسمعوا، ولد صغير من اللي تعلموا وحضروا الدروس قام وقف بالصف، قال له استاذ صبي صغير، لأنه عرف الجواب، تعلم. ولد صغير في الصف وقف، قال له أستاذ؟ قال له نعم. قال له أنت شايف عقلك شيء؟ قال له لا. قال له يعني أنت مجنون. صار الأولاد يضحكوا عليه، صار الأولاد الصغار يضحكوا عليه للأستاذ المخبول. هذا أستاذ مخبول، مهبول، كافر، ينكر وجود الله، بالمدرسة عم بيعلم أولاد الصغار أنه الله غير موجود. إذن بدنا نتعلم الدين ونعرف الأدلة القرآنية والعقلية لندافع عن ديننا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم جميعا، حفظكم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.